رجعنا لكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج جاوب وفوز. جينا لكم اليوم من شاطئ القصبة بمدينة بوزنيقة، هذا الشاطئ الجميل اللي كيقولوا عليه الناس أنه من أروع الشواطئ بجهة الدار البيضاء، لأنه شاطئ كيمتاز بواحد النقاوة، كيمتاز بواحد الهدوء. كما كتشوفوا هنا الناس مستمتعين بالوقت ديالهم في هذا الشاطئ هذا، ولكن ردوا البال من الأمواج العالية ديال هذا الشاطئ هذا. مشاهدينا، قبل ما نبداو الحلقة ديالنا نبغي نذكركم بقانون المسابقة. مسابقتنا عبارة على ثلاثة ديال الأسئلة في الألغاز والأمثلة الشعبية، واللي غيجاوب على جميع الأسئلة غيفوز معنا بواحد الجائزة رمزية من طرف جريدة العمق المغربي. نبداو حلقتنا معكم فاطمة زهرة، يلا ومعايا. عبد الكبير، مشرفنا عبد الكبير. منين انت عبد الكبير؟ من كازا. الناس ديال كازا وجيتي تبحر معنا في مدينه بوزنيقه. تبارك الله عليك. كي جاك الجو اليوم؟ كي جاك البحر اليوم؟ بالي البحر اليوم مخربق هايش، ماشي ديال العومه. ماشي ديال العومه. وجيتي تبرونزا واحد شويه، تبرونزيتي شويه. مانيش من المضيق، مبرونزي من المضيق هنا، ها حدا الدار دابا هنا. تبارك الله عليك. خديتي شي شويه بعدا ديال السرديل ولا جيتي تشمش؟ خديت شي واحد كاليطه وريبي. تبارك الله عليك. الوغ بغيناك تشارك معنا في واحد المسابقه. مرحبا. المسابقه ديالنا هي عباره على ثلاثه ديال الاسئله، عندنا لغز ومثل شعبي وعندنا واحد الجمله بغيناك تقول لنا بشكل سريع. واجد؟ واجد. الوغ السؤال الاول كيقول، السؤال الاول هو عباره على واحد المثل شعبي، بغيتك تكملوا لي. الوغ اللي مشى للبيع وشرى، عول على اللي مشى للبيع وشرى، عول على جيبو. السؤال الاول هو عباره على واحد المثل شعبي، بغيتك تكملوا لي. اللي مشى للبيع وشرى، عول على المراه وشرى. يا الخوا. اللي مشى للبيع وشرى، عول على، عول على الغلا. على الغلا. وانت عول على الغلا. على الغلا. البيع وشرى، عول على الرباح ولا الخساره. تبارك الله عليك. على الرباح ولا الخطيه. تبارك الله عليك. جواب صحيح مهدي ما يتسالك. حاجيتك على اللي مبدي بالنون، والنون ولد غزال، يغلب النساء والرجال ويهبط الطيور من الجبال، شكون هو؟ نسر. لا ماشي نسر. النملة. جواب غلط. عافية ولا؟ لا. قلتي ماشي حيوان ياك؟ ماشي حيوان. ما عرفتش والو. ما عرفتيش. حاجة كتبدا بحرف النون. أنا. والغزال، والغزال. والغزال؟ آه. جواب غلط للاسف. النعاس. وجواب صحيح، تبارك الله عليك. الجواب الثاني كان حتى هو صحيح. النعاس. النعاس، تبارك الله عليك. يعني ما يمكنش اننا نستغنوا على النعاس ديالنا، ضروري خصنا نعسوا بالليل. السؤال الثالث هو عباره على واحد الجمله، بغيتك تعاودها من مورايا بالزربه، تقدر عليها؟ الوغ مش خبش خشبه، خمسه ديال الخشبات، ديال الخبشات، مشات الخبشات ومشى. يلا بالزربه. خبش خبش خبشة، خمسة خبشات مش مش خبش خبشة خشبة، خمسة الخشبات. نمس خبش، خمسة الخبشات خشبة. مش خبش خشبة، خمسة ديال الخشبات، خمسة ديال خبشات ومشى. تبارك الله عليك. مش خبش خمسة ديال الخشبات خشبة ومشى. مش خبش خمسة ديال الخشبات، خمسة ديال الخشبات خشبة ومشى. خمس خبشات ومشى. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. ما عندي ما يتسالك، نعتبرو ماشي مشكل، نعتبرو ماشي هذا. قول له قول شكرا. وتبارك الله عليك، ربحتي معنا واحد الجائزه من طرف جريده العمق المغربي. شكرا لكم. بسم الله. شكرا، الله يخلف عليك. تبارك الله عليك. شكرا، كنشكركم اختي. شكرا لك جزيلا على المساهمه ديالك. نبغيك تقول شي كلمه للمتتبعين اللي كيتفرجوا فينا اليوم.
كنشكر الموتات، كنشكر الطاقم التقني ديال جريدات العمق، وانا فخور بالمشاركه ديالي معكم، واخا ما ربحت معكم انا المهم هو المشاركه، وكنشكركم بزاف، وكنشكر الجمهور اللي تفرج فينا. جيت من الشمال طنجه، وعجبني البحر هنايا، وعجبتني بوزنيقه، وعجبني الناس ديالها متواضعين والاحترام، وكنشكرهم بزاف، وانا ما كرهتش ندوز معاهم الصيف كامل، وماشي اول مره، اول مره زرت هذه المدينه هذه، وما تكونش اخر مره ان شاء الله، وشكرا بزاف. كاس الناس ريجوميليا والوالده ديالتي توريا وكاع الناس ديال الدار البيضاء. تبارك الله عليك معدي ما يتسالش. شكرا لك. ديديكاس ولاد سيدي عيشمع. الله يخلف عليكم، بني اللي جاب الله تبارك الله ابو خامي يكونش كاع ماشي مشكل. كنشكرو. فري باليستاين. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.